قبل ما اقدم استاذنا الدكتور هشام احب اشكر الدكتور محسن صعب يعني على المؤتمر حي جميل وعلى الحضور رغم الجو السيء، ويعني حاجه جميله ان معظمهم سيدات وده طبيعي يعني على طول في كل هو الظاهر احنا ضلينا طريقنا مع الاطفال الدكتور محسن يعني على فكره في كل دول العالم. انا بسال مره بروفيسور اسباني قال لي 80% عندنا من الاطفال يمكن اكتر سيدات وعلى مستوى العالم يعني، فهي ظهر شغلانه يعني ستاتيه اكتر من فشكرا دكتور محسن حي على المؤتمر الجميل وحي يعني على المدينه والمحافظه يعني راس البر. واحد انا بقالي فتره ما جيتهاش يعني، ده لا تقل عن اي دوله اي مدينه في العالم حي يعني جميله جدا يعني. يا رب على طول كده. الله يخليك يا باشا. طبعا ليا الشرف والحظ يعني ان انا اقدم الاستاذ ذو الخلق يعني والعلم راجل محترم استاذنا الاستاذ الدكتور هشام عبد الهادي بروفيسور في بيدياتريك في المنصوره. هتكلم على اكسجين ان ديليفري روم وات شود وي دو. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا بشكر المنصه الكريمه وبشكر الدكتور محسن صعب على الانفيتيشن اللي انا لا يمكن ارفضها طبعا ان انا اجي ويبقى في وسط زمايلي في دمياط. سعيد جدا ان انا ابقى معاكم النهارده وان انا ابقى بارت من المؤتمر الناجح قوي اللي انا بشارك فيه اعتقد للمره الثانيه، وان شاء الله يبقى في مشاركه مستمره مع باذن الله. موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عليه هو الاوكشن في الدليفري روم. انا عارف ان في توبيك تاني هيبقى له علاقه بالدليفري روم مانجمنت، بس انا اتفقت مع محمد عزت انه مش هيقرب من الاوكشن، وان انا اخترت الجزء بتاع الاوكشن لانه موضوع فيه تشالنجز كتيره وفيه تطورات كل شويه بتحصل فيه، فحبيت ان انا اقف معاكم على البيست ايفيدنس بالنسبه لموضوع الاوكشن ثيرابي في النيوبورن انفنت. لو حبينا مع بعض نتكلم على الفيتال نيونيتال ترانزيشن ونبص مع بعض على الفيتس ان يوترو وازاي ان هو بيبقى ان هايبوكسيك كونديشن وبيبقى الاوكسجين البارشل بريشر اوف اوكسجين عنده بيتراوح من 25 ل 30 ملم ميركوري. والنيو بورن الوضع بيبقى عنده مختلف. في الفيرست فيو مينتس افتر بيرث البي او 2 بيوصل ل 65 ل 75 ملم ميركوري. الفيتال نيونيتال ترانزيشن ده بيؤدي الى ان النيوبورن يبقى عرضه لاكسجين اكسبوجر واكسجين ستريس. في وضع النيوبورن بيبقى عنده ليميتد انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، وعشان كده لازم نبقى حريصين جدا واحنا بنتعامل مع النيوبورن بالنسبه للاكسجين. يبقى احنا متفقين مع بعض ان الفيتال نيونيتال ترانزيشن ده يعتبر تشالنج بالنسبه لنا، ولان احنا بننقل بيبي ان هايبوكسيك كونديشن كان فيتس ان هايبوكسيك كونديشن لنيونيت ان ويل اوكسجينيتد انفايرمنت. معظم الاطفال بتوعنا بعد الولاده اللي هم بالذات البريماتور بيبيز بيحتاجوا ريسبيراتوري اسيستنس علشان بيبقى عندهم ديفيكولتيز في البريثنج ومشاكل في اللنج علشان نقص السيرفاكتنت زي ما انتم عارفين. معظمنا بنضطر ان احنا ندي ريسبيراتوري سبورت زي السي باب، وفي احيان كتير بنضطر ان احنا ندي اوكسجين. والحقيقه الاستاديز اللي اتعملت اثبتت ان الاماونت اوف اوكسجين اللي الطفل بيتعرض له وبياخده في فتره الريسستيشن حتى في الدليفري روم له لينك قوي جدا بكميه الاوكسيدنت ستريس اللي بيتعرض له والكلينيكال اوتكم بتاعه بما يعنيه من كل المشاكل اللي لها علاقه بالاوكسجين توكسيستي اللي احنا هنسردها كمان شويه. لو جينا نشوف الدراجز اللي بتستخدم في النيونيتال كير يونت هنعتبر الاوكسجين ده دراج. والحقيقه الاوكسجين هو one of the most commonly used drugs في النيوناتولوجي وسبيشالي في البري تيرم انفنت. وكلنا عرفنا ان الاوكسجين ده سلاح ذو حدين، هو بيعالج الهايبوكسيا لكن في نفس الوقت لو استخدم غلط وبجرعه اعلى ممكن يؤدي الى دامجز للتيشوز بتاعتنا. ولغايه دلوقتي في uncertainty about the proper way و proper concentration of oxygen و target saturation اللي احنا المفروض نحط البري تيرم بيبي بتاعنا عليها لغايه النهارده لغايه سنه 2019. كلنا اورينتد بالاوكسجين توكسيستي وعرفنا ان الاوكسجين دوت بيطلع حاجه اسمها الاوكسجين راديكلز واشهرها السوبر اوكسايد راديكل والهيدروجين بروكسايد والهيدروكسايد راديكلز، ودي ممكن تعمل دامج للتيشوز بتاعتنا.
الست الجميلة دي اسمها كيت كامبل وهي استرالية، ودي كانت أول واحدة عملت لينك ما بين الريتينوباثي اوف بريماتوريتي وما بين الاوكسين توكسيستي، وقالت ان سبب الابيديميك اللي كان بيحصل في الوقت دوت في اليونيتال كير يونتس لديزيز كانوا بيسميه ريترولينتال فايبروبليزيا اللي احنا بسميناه بعد كده ريتينوباثي اوف بريماتوريتي، ان دوت كان له علاقه بالاوكسين توكسيستي، عشان كده بلدها كرمتها وحطتها على الطابع اللي قدامنا ده. والراجل ده مغني شهير، يمكن انتوا الجيل بتاعكم اجيال جديده لكن الاجيال القديمه، ستيفي واندر ده واحد من المغنيين الامريكان الشهار المشهورين جدا، وده كان بريماتور بيبي وجاله ريتينوباثي اوف بريماتوريتي باي لاترال وحصل له توتال بلايندس. فدي بتورينا قد ايه ان الريتينوباثي ده ممكن يبقى حاجه دامجنج وممكن ياثر على اللايف لونج ستايل بتاعك. الصوره دي بتاعت اولا سوجستاد، واولا سوجستاد ده بروفيسور من النرويج، وهو ده واحد من الناس اللي شالت على عبئها انه يحذر الناس كلها من الاوكسين توكسيستي، وسنه 2000 اعتقد عمل مقاله ظريفه جدا وعمل ديزيز سماه نيونيتال فري راديكال ديزيز، وقال ان الاوكسين ده توكسيك وجمع حاجات مع بعضها وسماها مع بعضها نيونيتال فري راديكال ديزيز، وقال ان الريتينوباثي والبرونكوبالمونري ديسبليزيا والانترافنتريكولار هيموريج والبريفنتريكولار ريكوماليشيا والنيكروتايزنج يوتيروكولايتس والاكيوت تيوبولار نيكروزيس كل دول ممكن يحصلوا من الاوكسين توكسيستي. يمكن كمان دلوقتي ممكن نقاد حاجات جديده، يعني في ريسنت ستاديز قالت ان الاوكسين اكسبوجر في الدليفري روم ديورنج ريسستيشن في لينك ما بينه وما بين الديفلوبمنت اوف كانسر وبالذات اللوكيميا، وفي ابيديميولوجيك ستاديز كتيره كبيره اتعملت في السويد ولقوا ان الاطفال اللي خدوا اوكسين في الدليفري روم ممكن يبقوا عرضه اكتر ان يجي لهم لوكيميا لما يكبروا بعد كده. طبعا ده كلام لسه ما هوش استابليشد لان ده من اوبزرفيشنال ستاديز، لكن كلام يحترم لانه معمول من لارج داتابيز من عدد كبير جدا من العيانين. فالرساله اللي احنا نطلع بيها ان الاوكسجين ولو حتى لفيو مينتس وباستخدام غلط في الدليفري روم انت بتاثر على الطفل بتاعك لايف لونج، فلازم تبقى حريص جدا في استخدام الاوكسجين في الدليفري روم. ادواردو بنكلاري سنه 2010 قال ان احنا عندنا ديليكت بالانس واحنا بنتعامل في الاكسجينيشن في النيوبورن بيبي، احنا بنخاف من الهايبوكسيا وبنخاف من الهايبروكسيا، فعلى كف عندنا الهايبوكسيا بتعمل المشاكل اللي قدامنا دي واهمها سي ان اس هايبوكسيا والهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي، وده ممكن يؤدي الى نيورولوجيكال امبيرمنت بعد كده، ممكن كمان تيشو اند اورجان هايبوكسيا، بالمونري هايبرتنشن، الدكت تفتح، الامبيرمنت اوف جروث والمورتاليتي، دي كلها مشاكل الهايبوكسيا. على الاوبوزيت سايد هنلاقي الاوكسجين راديكال ديزيز اللي احنا اتكلمنا عليه والاوكسيد ستريف والكانسر، كل ديت مشاكل ممكن تحصل. فانت وانت شغال في النيونيتال كير يونت وانت في الدليفري روم لازم تبقى حاطط في دماغك البالانس ده، انت عاوز البيبي بتاعك يبقى ما هواش هايبوكسيك وما هواش كمان هايبر اوكسيك عشان تافويد الكوكتيل بتاع المشاكل اللي قدامنا دي. الحقيقة الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس في الكتاب بتاع النيونيتال ريسستيشن من سنة 2010 حطت رولز جديدة وكلها بقت استابليشد من سنة 2010. الرولز دي قالت إيه؟ قالت إن أنت وأنت بتعمل ريسستيشن لنيوبورن بيبي أقل من 33 أسبوع لازم يكون عندك بلندر، وما فيش حاجة اسمها ريسستيشن ويز 100% أوكسجين، لازم يكون عندك بلندر وده تقدر تتحكم فيه في الأوكسجين اللي بتديه للبيبي، ممكن تبتدي من أول روم إير اللي هو 21% أوكسجين لغاية 100% أوكسجين، فالبلندر ده حاجة أساسية لازم تكون عندك في أي دليفري روم. اتنين، أصروا على إن أنت يبقى عندك بالس أوكسيمتر، والبالس أوكسيمتر ده أساسية علشان الأسسمنت أوف أوكسجينيشن، لكن له فاليوز تانية من ضمنها الأسسمنت أوف ذا هارت ريت في ديورينج الريسستيشن وفي الدليفري روم. وقالوا إن أنت لازم تأفوايد خالص إن البيبي بتاعك الساتيوريشن أت إني تايم يوصل فوق الـ 95%، وقالوا إن ده هتبقى حاجة توكسيك وغلط خالص. وقالوا علشان تستخدم البالس أوكسيمتر بطريقة صح أنت لازم تعمل الستبس دي. أول حاجة تشغل المونيتور، يبقى الأول خطوة تعملها تشغل المونيتور، الخطوة اللي بعدها تأتاتش السنسور على الإيد بتاعة الطفل. غالبا احنا بنحتاج بريد أكتر مش بوست أكتر، وهكلمكم كمان شوية ليه بريد أكتر مهم. بريد أكتر يعني الرايت هاند، سواء على الرايت ريست أو على الرايت بالم، وبيحبز أكتر الريست كمان زي ما هكلمكم كمان شوية. بعد ما عملت الخطوة دي، الخطوة الثالثة بقى توصل السنسور على المونيتور. لقوا ان انت لو عملت الستبس بالطريقه دي هتطلع لك الريدنج بسرعه اكتر من انك لو عملت بطريقه مختلفه، وقالوا ان انت الافريج تايم لغايه ما الجهاز بتاعك يديك ريدنج هيبقى تقريبا 1 مينت، يعني في خلال دقيقه هيبقى عندك قرايه ريلايبل من البالس اوكسيمتر بتاعك.
الريكومندد سايت ان انت تستخدمه هو الرايت ريست زي ما اتفقنا. ليه مش الرايت بالم؟ لان الاطفال دول بيبقى عندهم بريفرال فازوكونستريكشن فبيبقى عندهم اكروساينوزس، فالاحسن انك تحطه على الريست لان الريست هيبقى فيه الاسسمنت ادق. طب ليه بنختار بري داكتل ما بنختارش بوست داكتل؟ لان في فتره الفيتال نيونيتال ترانزيشن اللي انا بتكلم عليها دي بيبقى في فرق كبير ما بين البري داكتل ساتوريشن والبوست داكتل ساتوريشن. ده ناتج عن الرايت تو ليفت شانتنج اللي بيحصل عن طريق الداكتس ارتريوزس، وبالتالي الفرق ده ممكن يوصل لرقم بيتراوح من 5-14%. يبقى لو قست بري داكتل ودوست داكتل هتلاقي الفرق ده، وهتلاقي بوست داكتل اقل بنسبه 5-15%. فانت لازم يبقى عندك حاجه ستاندرد، والستاندرد بتاعك يبقى بري داكتل. مش بس كده، لو ان البري داكتل ساتوريشن دوت تقدر تجيب لو انت استخدمته على الرايت هاند هتجيب القرايه اسرع بدقيقه لدقيقه او 8 من 10 عن ان انت تحطه على الفوت او على الليفت هاند. دي فايده تانية. الفايدة الثالثة قالوا لا، ده انت لما بتأسس البري داكتل ساتوريشن انت بتقيس الساتوريشن بتاعت البلد اللي بيروح للبرين، والبرين اكسجينيشن ده هو اهم حاجة، وبالتالي ستاندرد ان انت في الدليفري روم لازم يكون عندك بلس اوكسيمتر ولازم تحطه على الرايت ريست وتقيس البري داكتل ساتوريشن. بدأت الناس تستخدم الكلام ده، وده المنظر بالستاندرد، ده البري تيرم بيبي محطوط في بلاستيك باج ومحطوط جنبه البلس اوكسيمتر على الرايت ريست وبيدينا الساتوريشن بسرعة. طب ايه الساتوريشن الصح او ايه الارقام بتاعت الساتوريشن الصح؟ الحقيقة جينيفر داوسون ودي نيرس من استراليا من ميلبورد في استراليا عملت استادي جميلة جدا وبقت بالنسبة للناس كلها دلوقتي هي الستاندرد. هي قاست الساتوريشن بتاع الاطفال لما بيتولدوا البري تيرم والفول تيرم بيبيز، وراحت عامله جراف او نوموجرام زي اللي احنا شايفينه ده، ولقت ملحوظات جميله جدا. قالت ان الساتوريشن بتاع البيبي عند دقيقه بيبقى 60-65%، وده جوز ويز الكلام اللي انا قلته من شويه ان البيبي بيبقى ان هايبوكسيك كونديشن وانه بياخد وقت لغايه ما يوصل للساتوريشن العالي ده، وبيبتدي الاكسجينيشن يعلى تدريجيا لغايه الطفل ما يوصل لغايه 10 دقائق بس. عند الوقت ده الطفل الساتوريشن بتاعه يبقى 85-95%. يبقى انت في شغلك لو انت بتحط بلس اوكسيمتر على ايد الطفل ما تتوقعش ان انت هتلاقي الساتوريشن الحلو اللي انت مرتاح له اللي هو 85-95% الا بعد مرور 10 دقائق. دونت بي بانيكد وتجري وتدي اوكسجينيشن. امتى تدي اوكسجين؟ لو لقيت البيبي ما حققش التارجتد بري داكتل ساتوريشن. وعشان كده التيبل ده حطيته الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس في الكتب بتاعه النيونيتال ريسستيشن بروجرام، وقالت لو البيبي ما حققش الارقام دي في الحاله دي انت تبتدي تتدخل وتبتدي تدي اوكسجين للبيبي ديورنج الريسستيشن بتاعك. وفي كل الحالات الريسستيشن ايفورت شود نوت بي ديليد ويتنج فور البلس اوكسيمتري عما يدينا سيجنال. انت بتعمل كل الستبس بتاعت الريسستيشن بتاعتك البوست بريشر فنتيليشن وما الى ذلك بدون ما تستنى الريدنج بتاعت البلس اوكسيمتري. تعالوا مع بعض بقى نحاول مع بعض نجاوب سؤال من اصعب الاسئله اللي مقابل النيوناتولوجيست من يوم ما النيوناتولوجي اخترع. What is the optimal initial FiO2 in the delivery room؟ هل ابتدي بروم اير ولا ابتدي ب 25% ولا 30% ولا 100%؟ زمان كان الناس كلها بتبتدي ب 100% بيور اوكسجين، ودلوقتي بقى في ترند كبير ان احنا ننزل للساتوريشن دوت بالاكسجينيشن ده لدرجه ان احنا بنعمل ريسستيشن بروم اير. بس ايه الصح وايه الغلط؟ ده هنحاول اوريكم من ديفرنت ستاديز اللي احنا شفناه. محمد عزت كان شرح لكم الهيراركي اوف ايفيدنس. طب طالما ان احنا هنتكلم يبقى هنتكلم ايفيدنس بيز ميديسين، يبقى احنا بنتكلم ان احنا عندنا اعلى ايفيدنس بيجي من السيستماتيك ريفيو اوف مالتيبل راندومايز كنترول ترايلز. لو لقيته ده يبقى احسن حاجه. اللي يليه سنجل ويل دان راندومايز كنترول ترايل، يليها بعد كده اذر تايبز اوف ريسيرش لغايه ما تنزل تحت خالص تلاقي الاكسبرت اوبينيون اللي هو راي اي واحد اكسبرت. يبقى احنا هنحترم جدا اعلى حاجه، وكل ما بننزل يبقى الايفيدنس اقل. كمان محمد امبارح قال حاجه جميله ان احنا ما قعدناش بس بندور على ان احنا يبقى عندنا السيستماتيك ريفيو او فروم راندومايز كنترول ترايل، ده احنا كمان بنعمل اسسمنت للكواليتي اوف ذس سيستماتيك ريفيو.
زي ما بيقولوا من الانجليز جاربج ان جاربج اوت، المكنه مش هتطلع لك قماشه حلوه الا لو انت دخلت فيها استادس حلوه. فلو استادس تعبانه وطلعت وعملت لي منها سيستماتيك ريفيو، الايفيدنس بتاعك مش هيبقى قوي. لازم تكون الراندوماس كنترول ترايلز اللي دخلت جوه السيستماتيك ريفيو دي اوف جود كواليتي عشان تطلع بايفيدنس قوي. وعشان كده عملوا حاجه اسمها جريدنج اوف ايفيدنس، واللي انت تقدر تقول اه والله الايفيدنس بيقول ان انت تستخدم اكسجين كذا، بس الايفيدنس الكواليتي اوف ايفيدنس از بور، لان الاستاديز اللي داخله عندي كانت بور كواليتي استاديز. ازاي بيعرفوا الكلام ده؟ ان هم بيسيرش على البايز بالجراف اللي هو بالاحمر والاخضر والاصفر اللي محمد نوه عنه امبارح. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الايفيدنس من الموست ريسنت ستاديز. اول حاجه هنقف عليها هي هدي دي اوكشن للفول تيرم بيبي والليت بري تيرم اللي فوق 35 اسبوع. هل في عندنا ايفيدنس؟ اه عندنا ايفيدنس. سيستماتيك ريفيو اوف مالتيبل راندومايز كنترول ترايلز اه موجود. احدث واحد 12 من شهر في مجله بيدياتريك سنه 2019، ودوت قال ايه؟ قال ان الاكسجينيشن من انت لو استخدمت روم اير كومبيرد ال 100% اوكسجين انت بتزود السرفايفل. يبقى الاطفال اللي بيبقوا ريسستيتد ببيور اوكسجين اللي هو 100% الفول تيرم بيبيز دول بيبقوا عرضه للمورتاليتي اكتر من الاطفال اللي عملنا لهم ريسستيشن بروم اير. ودي خلاص يبقى دي حاجه جميله جدا. لكن ما لقوش ديفرنس بقى في النيورو ديفلوبمنتال امبيرمنت او الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي. يبقى انت مش بتزود الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي ولا بتزود النيورولوجيكال ديسابيليتي، لكن بتحسن السرفايفل لو انت استخدمت روم اير في الاطفال دول. لكن حطوا في الاخر الكواليتي اوف ايفيدنس، قالوا ان هي بور كواليتي اوف ايفيدنس او فيري لو كواليتي اوف ايفيدنس. ليه؟ لان الاستاديز اللي اتعملت دي ما كانتش ويل دان ستاديز ويزاوت بايس. يبقى لسه برضو الايفيدنس ما هوش قوي جدا لدرجه ان احنا نحلف بيه، لكن هو ده البيست ايفيدنس اللي عندنا. لكن ده معناه ان احنا ممكن نكون محتاجين فيرذر ريسيرش. وده منظر الجراف، وزي ما انتم عرفتوا خلاص دي different studies وده line of no effect، والمعين ده هو البوينت استيميت اللي انا بحدد بيه. والمعين ده لما يكون على one side يبقى بيفيفر السايد ده، والسايد ده كان اللو اوكسجين اللي هو الروم اير. يبقى الروم اير احسن في ناحية المورتاليتي وبيقلل المورتاليتي. ده كلام جميل جدا. طيب نيجي لبريتر بيبي سنة اللي هم أقل من 35 أسبوع وإحنا نازلين، هل في عندنا evidence؟ آه عندنا evidence from multiple trials وعندنا different systematic review، وأخرها 12 برضو في نفس العدد ده في بيدياتريكس الشهر اللي فات سنة 2019، وكان من different randomized control trials قارنوا أقل من 50% أوكسجين أو فوق 50%. يبقى البريماتيور بيبي اللي أقل من 35 أسبوع أديله 50% أو أكتر من 50%، لقوا إن مفيش ديفرنس في المورتاليتي ولا نيورولوجيك ديسابيليتي ولا في الأذر أوتكمز إنكلودينج البرونكوبالموري ديسبليزيا والهايبوكسيك إسكيميك إنكفالوباسي. ولكن أجين قالوا إن الكواليتي أوف إيفيدنس كانت لو، وده ينتج عن إن الاستاديز دي كانت ضعيفة وكان فيها بايس. يبقى احنا ممكن نكون محتاجين مور ريسيرش. وده المنظر لما نلاقي معين ده تاتشنج اللاين اوف نو افكت، يبقى تعرف على طول ان مفيش ديفرنس ما بين التو جروبس اللي هو اقل من 50% ومور ذان 50%. في ايفيدنس تاني؟ اه في سيستماتيك ريفيو اتعمل قبلها بسنه وبرده قارن ما بين اقل من 40% وفوق 40% اوكسجين، ولقى سيميلر ريزلتس برده. قال ان ما فيش فرق في الاوتكم في البريماتيور بيبيز ما بين الاثنين جروب، وقال برده الكواليتي اوف ايفيدنس از بور نفس الكلام. وفي واحد قبله بسنه قارن بس بص على الاطفال اللي اقل من 28 اسبوع وبرده ما لقاش ديفرنس في الاوتكم. يبقى احنا لقينا ديفرنس في الاوتكم في الاطفال في الفول تيرم، في البري تيرم الموضوع لسه جلومي او مش واضح قوي او ما فيش ديفرنس، لكن الكواليتي اوف ايفيدنس از بور. جينيفر داوسون عملت استادي سنه 2009، والاستادي دي قالت لنا يا جماعه ما ينفعش نعمل ريسستيشن لبريماتيور بيبيز بروم اير زي في الفول تيرم بيبي. ليه؟ لانها لقت ان 92% من البريماتيور بيبيز هيحتاجوا ان انت تديهم اوكسجين ليتر اون في خلال 5 دقائق. والحاجه الثانيه قالت انا ما اقدرش اديهم 100% اوكسجين، لان الاطفال اللي خدوا 100% اوكسجين نسبه كبيره جدا منهم بقوا هايبر اوكسيك. يبقى اذا بالنسبه للبريماتيور بيبيز الحقيقه تقع ما بين الرقمين دول،
ما بين الروم اير وما بين ال 100% اوكسجين. روم اير ما ينفعش، اعلى منه شويه اه بس ايه لسه الوقت ما تحددتش، و100% اوكسجين كمان ما ينفعش لانك بتدخل البيبي في هايبوكسيا او في هايبر اوكسيا. وماكس فينتو اللي هو راجل اسباني شهير برضو شغال في القصه دي، قال ان ال 30% اوكسجين كومبيرد لل 90% اوكسجين كان في فيور دايز بين الاوكسجين سبلمنتيشن وفيور دايز على الميكانيكال فنتيليشن، وقالوا ان الانسيدنس اوف بي بي دي كان اقل في الاطفال دول. كل ده كلام جميل. جم عملوا استادي كبيره علشان تجاوب على السؤال ده، ايه الاحسن اكسجين انيشال اوكسجين ساتوريشن اوكسجين ادمنستريشن للبريترم بيبيز هستخدمه، وعملوا استادي اسمها توربيدو استادي، ودي اتنشرت سنه 2017 والنتائج بتاعتها كانت شوكينج. في الوقت اللي الناس كلها كانت مايله انها ما تديش 100% اوكسجين وتدي لو اوكسجين بيزد على الاستاديز الثانيه اللي اتعملت مينلي في الفول تيرم بيبيز، لقوا في الحقيقه في الاستادي دي فايندينج كانت مرعبه. لقوا من الأطفال اللي تحطهم على 100% أوكسجين كان السيرفايفل بتاعهم أحسن من العيانين اللي كانوا أخدين less than 100% أوكسجين. وده دعا الستيرنج كوميتي أو الداتا مونيتورينج سيفتي ترايل اللي هم بيتابعوا الترايل وهي شغالة إن هم يوقفوا الاستادي وما تكملش، ويقولوا يا جماعة لا it is not safe إن احنا نستخدم أقل من 100% أوكسجين في الأطفال البري تيرم بيبيز. والاستادي دي وقفت وثبتنا بقى مهزوزين كلنا، هل اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط، ندي روم إير ندي لو أوكسجين ولا لا. في نفس الوقت طلعت برضو observational study من كندا very large database اتعملت حوالي 2300 بريماتيور بيبي اقل من 27 اسبوع، وشافوا من التشينج هل حصل فرق لما كانوا بيدوا بيعملوا ريسستيشن ب 100% اوكسجين ولما بداوا يدوا less than 100% اوكسجين، ولقوا برضو نتائج مرعبه. لقوا ان المورتاليتي والنيورولوجيكال ديسابيليتي كانت اعلى في الاطفال اللي اتعمل لهم ريسستيشن باقل من ال 100% اوكسجين. فبدأنا فعلا نقف ونقول لازم ندور على إجابة بقى، هل الصح إيه أو الغلط إيه. كمان ريتروسبكتيف ستادي اتعملت سنة 2017 في أمريكا، ولقيت برضو إن النيورولوجيكال ديسابيليتي عند سن 18 ل 21 أسبوع في الأطفال الأقل من 29 أسبوع كانت أوحش في الأطفال اللي ريسستيتد with less than 100% أوكسجين. برضه من سنتين اتعملت السيستماتيك ريفيو دوت، وبص على حاجه تانية خالص. قال انا هشوف لو بدات بروم اير ولا بدات باقل من ب 30% اوكسجين وبدات ب 60% اوكسجين، نسبه الاطفال اللي عند خمس دقائق الساتوريشن بتاعهم هيبقى اقل من 80 ل 85%. لقى ان انت لما بتبتدي ب 30% يبقى نسبه الاطفال اللي هيبقوا بالرقم ده الأحسن إن أنت تبتدي ب 60%. ليه؟ لأنك لو بدأت ب 60% هيبقى نسبة الأطفال اللي الساتوريشن بتاعهم عند 80 عند 5 دقائق من 80 ل 85% هتبقى أكبر. طب وش معنى الرقم ده؟ لأن برضو نفس الاستادي دي لقت إن الأطفال اللي الساتوريشن بتاعهم عند 5 دقائق أقل من 80 ل 85% عرضة أكتر للأي في اتش وللمورتاليتي. يبقى في جميع الأحوال الاثنين الاستادي دي واستادي تانية بصت على كمان لونج تيرم اوتكم، ولقوا برضو ان نيورولوجيكال ديسابيليتي بتبقى اكتر في الاطفال اللي الساتوريشن بتاعهم اقل عند خمس دقائق اقل من 80 ل 85%. وطلعنا من دي بمعلومه مهمه جدا، واتيفر انت بدات باكسجين قد ايه حط البلس اوكسيمتر وشوف الساتوريشن بتاعه البيبي ده عند خمس دقائق، لو لقيتها اقل من 80 ل 85% اعرف على طول ان البيبي ده مور ريسك ان يجيله مورتاليتي ونيورولوجيكال ديسابيليتي. عشان كده دي بداوا يقولوا دي لازم تتحط مع الابجر سكور اللي انت بتبص عليها عند 5 مينتس، ان انت من ضمن البارامترز اللي بتبص عليها مش بس الابجر سكور ايتمز دي، تضيف عليها الساتوريشن اوف ات 5 مينتس، وانه ما ينفعش انه يقل خالص عن 80 ل 85%. تعالوا نشوف بقى الاثوريتيز اللي في العالم كلها ماشيه ازاي. هنلاقي ان دي انا جمعتها لكم في جدول واحد، الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، الامريكان هارت اسوسيشن والنيوليتر ريسستيشن بروجرام قسمت الاطفال لاقل من 35 اسبوع وفوق 35 اسبوع، وقالوا اللي اقل من 35 اسبوع بتيجي ب 21 ل 30%، واللي فوق 35 اسبوع بتدي بروم اير.
اليوروبيان ريسستيشن كونسل قالوا احنا بنقسمهم لفول تيرم وبري تيرم، والفول تيرم 21% والبري تيرم كلهم من 21 ل 30، وسابها لك مفتوحه. الالكور جايد لاينز قالت فول تيرم 21% اقل من 32 اسبوع بيبقى من 21 ل 30%، يعني البري تيرم اللي فوق 32 يتعامل معامله الفول تيرم. ال WHO برضو قسمتها الأقل من 32 وفوق 32، فوق 32 يبقى 21%، أقل من 32 يبقى 30%. يبقى في اختلافات بسيطة وكلها بتتكلم في الرينج بتاع حد روم إير للفول تيرم بيبيز والبريماتيور بيبيز في ديفرنت كاتيجوريز بتتراوح من 21 ل 30%. ما حدش قال 60، ما حدش قال أرقام أعلى، لكن الإيفيدنس وراء الكلام ده مش قوي جدا. ده المجموعة بتاعت الأوروبيان ريسستيشن كونسل، ودي الجايد لاينز بتاعتهم اللي أنا قلتها لكم في التيبل، فمش هنخش في التفاصيل بتاعتها، ودي WHO ريكومنديشن. سنة 2014 احنا كتبنا مقالة في واتكلمنا على الأوبتيمال FiO2 أنا والدكتور نهاد ناصف، والدكتور نهاد دلوقتي بقى في السعودية، لكن احنا كنا عاملين تعاون جميل جدا، وقلنا ايامها until further evidence become available we believe that the best approach to initiate resuscitation is FiO2 30%, thereafter FiO2 should be titrated according to the SbO2 بتعلى كل 30 ثانيه او تقل كل 30 ثانيه حسب الساتوريشن اللي طلع لك من جهاز البلس اوكسيمتر. وتقريبا نفس الكلام ده اتقال سنه 2012 واتقال بعد كده سنه 2018. يمكن الأسر دوت حط عمل لنا ثلاثة كاتيجوريز من الأطفال، قال اللي فوق 31 أسبوع هبتدي بروم إير، من 28 ل 31 هبقى ما بين ال 21 وال 30%، واللي أقل من 28 30%. وده حقيقة أقرب للواقع، وده أكتر حاجة احنا بنستخدمها دلوقتي، ولو إن الإيفيدنس مش قوي جدا، لكن هو ده السجيشن إنك تقسم البريماتيور بيبيز بتوعك لثلاثة كاتيجوريز، البيبيز بتوعك لثلاثة كاتيجوريز فوق ال 32 أسبوع وبما يشمل الفول تيرم بيبي هتبتدي بروم إير، من 28 ل 31 تبتدي ما بين 21% ل 30%، واللي فوق اللي أقل من 28 أسبوع يبتدي ب 30%. طيب روجر سول، الراجل ده روجر سول ده بقى من اشهر النيوناتولوجيست في العالم، كلنا لازم نبقى عارفين اسمه. ده رئيس الفيرمنت اكسفورد نتورك اللي هي اكبر نتورك في العالم بتعمل داتا بيز للنيوناتولوجي، واحد من الناس اللي بتشتغل في الايفيدنس بيز نيوناتولوجي. الراجل دوت تعليقه سنه الشهر اللي فات على الموضوع دوت كان بيقول ان احنا خلاصته ان احنا بدل ما احنا قاعدين نجري وندور على جايد لاينز بيزد عن البيست ايفيدنس اللي عندنا، يا جماعه الايفيدنس اللي عندنا ده بور كواليتي، واحنا لازم نجري بسرعه ونعمل وندور على الصح، والصح ان احنا نعمل فيرذر ريسيرش ونعمل استدي صح عشان تحاول تجاوب على السؤال دوت. وبالفعل دلوقتي في بروجكت كبير في امريكا بيتعمل اسمه بروموشن بروجكت، وده بيشمل اثنين ستادي بيتعملوا في نفس الوقت، واحده اسمها الهيلو ستادي والثانيه اسمها التوربيدو ستادي رقم 2، ودول لو لما يتعملوا هيبقى عندنا اجابه السؤال ده. هم شغالين دلوقتي وبيحاولوا يدوروا على الاجابه. الميثودولوجي بتاع الاثنين ريسيرش مختلف، لكن هم الاثنين بيدوروا على اوتكم مهم، المورتاليتي والنيورولوجيكال ديسابيليتي ليتر اون. طب ايه الجديد بقى كمان في الموضوع الديليفري روم اوكسجينيشن؟ الجديد دلوقتي ان في جهاز مش بس بلس اوكسيمتري، بقى في جهاز دلوقتي اسمه نير انفراريد سبكتروسكوبي، وده جهاز بيقيس الريجونال اكسجينيشن في الديفرنت بودي تيشوز واهمها البرين، فبروب بيتحط على البرين وبيقيس لي الساتوريشن جوه البرين والاكسجينيشن بتاع البرين، وده اهم جدا من البريفرال اوكسجينيشن. الجهاز ده بدات الناس تستخدمه دلوقتي في النيوناتولوجي، ومن ضمن استخداماته في الديليفري روم، وممكن يفرق كتير جدا معانا في الفيوتشر علشان يحدد مين البيبي اللي هديله اوكسجين ومين البيبي اللي مش هديله اوكسجين. التطور الجديد الثاني كمان هو الاوتوميتد كنترول اوف اوكسجين. دلوقتي في فنتليتورز موجوده في مصر دلوقتي بتقدر توصلها بجهاز البلس اوكسيمتر، وانت والنرس ما تتحكموش انت في الاف اي تو بتاع البيبي، الفنتليتور نفسه لو لقى البيبي الساتوريشن بتاعه قل يروح بسنسور معلي الاكسجينيشن، لقى الاكسجينيشن بقى كويس يقلل الاكسجين. ده اسمه اوتوميتد اوكسجين كنترول. في الاول بداوه على الفنتليشن، دلوقتي بدا يستخدموه كمان نون انفيزيف على السيباب والهاي فلو نيزل كانيولا، والاجدد كمان انه بدا يستخدموه في الريسستيشن، يعني بيوصلوه بالالجوريثم
الالجوريزم بقى اللي بتقول لك، فاكرين الجدول بتاع الامريكان اكاديمي اللي عند 1 مينيت الساتوريشن المفروض يبقى كام، و2 مينيت يبقى كام، و3 مينيت يبقى كام؟ الجهاز ده بيسنس الحاجات دي وهو اللي يدي اكسجين او ما يديش اكسجين اثناء الريسستيشن للبيبي. في الاخر انت توهتنا يا دكتور هشام في الريسيرشز، طب احنا نعمل ايه؟ ده التيك هوم مسجز اللي انا عاوز اوصلها لكم من اللي فات. فاللي كان نايم في الاول يصحى بقى دلوقتي عشان هو ده التيك هوم مسج. اول حاجه ان الجول اوف اوكسجين ثيرابي از تو ديليفر سفيشنت اوكسجين تو ذا تيشوز اند مينيمايز اوكسجين توكسيسيتي اند اوكسيديتيف ستريس. اوكسجين شود بي تريتد لايك ا دراج with dose, with duration, and monitoring with pulse oximeter, as we talked about. There should be an institutional policy for documentation of oxygen therapy and monitoring. It doesn't mean that everyone works like this in their brain. Every hospital has to have their guidelines. Oxygen for resuscitation should be controlled by using air oxygen blender. There is nothing called resuscitation with 100% oxygen. You have to have a blender in the place where you are. And should be guided by pulse oximeter. Oxygen saturation target in the preterm infant in the first 10 minutes are established. وخلاص عملتها جينيفر داوسون والناس كلها موجودة، ولازم تبقى موجودة عندك في أوضة الإفاقة تحط الجدول والكيرف ده عشان تعرف إمتى تدي أوكسجين وإمتى ما تديش. Oxygen treatment in the newborn infant will not be effective if the infant's lungs are not aerated. ودي نقطة مهمة جدا. كتير مننا لما بيلاقي بيبي هايبوكسيك بيفتكر ان القصة ان انا اديله اكسجين. لا، قصة انك تو اوبن اللنج، تحط البيبي على سباب. واطفال كتير جدا بمجرد ما اللنج بتاعتهم تتفتح تبص تلاقي الاكسجين ريكويرمنتس بتاعتهم قلت كتير. فدايما فكر في السباب واعلى بالسباب بريشر، بقينا بنوصل للسباب 8 دلوقتي احسن ما تدي اكسجين. Use of 100% oxygen بيؤدي إلى oxygen radical disease، وده ممكن يؤدي إلى neonatal disorders including retinopathy والبرونكوبالمونري ديسبليزيا. الروم اير كويس في الأطفال اللي فوق 35 أسبوع، وده خلاص established ومعظم الجايدلاينز بتقول كده، على الرغم من أن الكواليتي of evidence is not good، برضو poor quality عشان الماتيريال اللي داخله والستاديز اللي اتعملت كانت ضعيفة. There is significant uncertainty في البريماتيور بيبيز وبالذات اللي أقل من 28 أسبوع. اللي أقل من 28 أسبوع احنا خلاص عرفنا أنه ما ينفعش مع روم إير، لكن هل ال 30% زي ما جايدلاينز محطوطة دلوقتي صح ولا 60% هو الأصح؟ محدش عارف، مستنيين نتائج ريسيرش أكتر عشان نقول الكلام ده. وده التيبل اللي انا خدته من الاوثر اللي هو بيسجست ان البريماتور بيبيز بتوعنا يتقسموا لثلاثه كاتيجوريز اكوردنج هنتعامل معاهم ازاي. الاضافه المهمه جدا، بص على الساتوريشن بتاع البيبي عند 5 مينتس وافويد ان البيبي بتاعك يبقى هايبوكسيك والساتوريشن بتاعه اقل من 80 ل 85% ات 5 مينتس، لان ده لو يساوي على طول البيبي ده مورتاليتي ونيورولوجيكال ديسابيليتي. شكرا ليكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرين للمحاضرة الشيقة جدا جدا وربنا يبارك في سعادتك. يعني بالنسبة لل 100% اكسجين، انا عاوز اعرف الميثود اوف ادمنستريشن ازاي اوصل ل 100% اكسجين، واذا كان في اذر ميثودز بتستخدم زي الماسك والنزل سباب النزل برونج ما بتوصلش المية في المية، بتوصل كام؟ وهل تستخدم كده زي ما احنا في العادة بنستخدمها في الريسستيشن ولا برضو لازم البلندر؟ ما هو ممكن يوصل لتلاتين في المية، اربعين في المية، حاجات زي كده. فهل دي تبقى برضو براكتيكالي تمشي ولا ما تمشيش؟ دي سؤال. السؤال الثاني اللي هو النيرس اللي عملت الاستادي، كنا عاوزين نعرضها ونعرض اللي هو الجايد لاين اللي بنقول عند 5 مينتس دي تبقى 80 ل 85، هل هي كورسبوندنج معاها ولا لا؟ شكرا جزيلا. نبتدي خطوه خطوه. اول خطوه ان احنا نبقى عارفين الصح عشان ما نعملش الغلط. ففي ثلاثة في العلم، في ثلاثة ليفلز، اما ان انت تبقى ما انتش عارف الصح وما بتعملوش وده أسوأ حاجة في الدنيا. الخطوة اللي بعدها انك تبقى عارف الصح ومش قادر تطبقه بس انت عارف هو ايه عشان في يوم من الايام هتقدر تطبقه لما الفاسيليتيز تبقى افيلبل عندك. واوحش حاجة والحاجة الاحسن بقى ان انت تبقى عارف الصح وبتطبقه. فاحنا في مصر معظمنا نتمنى ان احنا نبقى في الليفل بتاع 2 و3 اللي هو ان انت تبقى عارف الصح وتحاول تطبقه. مفيش لو اي واحد مننا بيعمل ريسستيشن لازم الدليفري روم يكون فيها بلندر
وما ينفعش ان انت تبتدي ب 100% اوكسجين، ما ينفعش انك تجيب خرطوم من اسطوانه الاكسجين وتعمل ريسستيشن البيبي بتاعك. لو ده مش افيلبل ابتدي بروم اير، وده اللي كتبته الدبليو اتش او، قالت لو انت ما عندكش بلندر ابتدي بالسيفست. والسيفست انك تبتدي بروم اير حتى في الاطفال الصغيره قوي، ولو البيبي ما لقيتش الساتوريشن بتاعه بيتحسن ابتدي دخل الاكسجين بتاعك. الاكسجين انت ممكن تديه في البيبي انك بتوصل البلندر دوت على فيس ماسك، او ممكن تستخدم في بعض الناس بتعمل الريسستيشن عن طريق شورت نيزل تيوب بتوصلها بالنيو باف او بالامبو باج، وبتعمل برضو الكلام ده. في ناس بتقول ده كويس وفي ناس بتقول ده كويس، لكن معظم الناس بتستخدم الفيس ماسك. المفروض ان انت حتى عشان تبقى دقيق جدا، المفروض يبقى في جهاز اسمه اوكسجين انالايزر، ده بيتوصل على الانسبيراتوري ليم وبتقيس فيه الكميه الاوكسجين اللي داخل للبيبي. بس ده جهاز كوست تاني كمان، انك مش بتعتمد بس على البلندر وتقول البلندر اديتني كام، لا، معظم اليونتس المحترمه في العالم عندها كمان جهاز بيقيس الاف اي 2، بيقيس الاوكسجين اللي داخل للبيبي ده وهو بياخده في من الانسبيرد ليم. بالنسبة لقصة جينيفر داوسون، جينيفر داوسون هي عملت الجراف اللي احنا شفناه ده، والجراف دوت ده مختصر، لكن في ناس بتقول ان انت حتى الجراف ده له عيوب، وان انت لازم تبص على ارقام تانية على 25th percentile مش 50th percentile. فلو انت بصيت على 25th percentile ده هيجو وز الرقم اللي انا قلته اللي هو 80 لـ 85. طيب معلش انا استكمل بس حته بالنسبه للي هو الاوتو انالايزر والستادز اللي معمول عليه، ومعروف ان مثلا البرونج عند النوز بتبقى نقول من 35 ل 40 او الى 60، وكذلك الماسك والكلام ده بدون طبعا بلندر، يعني من الاكسجين على طول، وبنقول ان احنا عاوزين نوصل اكسجين 100% بنستخدم هيد بوكس مثلا شبه محكم يعني، او ما فيش فيه، او ماسك بنعمل الفينستريشن بتاعه دي. انا فهمت قصدك. احنا مش عاوزين نتوه نفسنا، احنا بنتكلم على الريسستيشن في الدليفري روم، فمش هنتكلم قد ايه بيدخل الاكسجين للبيبي بالماسك او بالهيد بوكس، احنا ما بنتكلمش على السيتويشن ده خالص. احنا بنتكلم وانت بتعمل الريسستيشن بالامبو باج او باستخدام النيو باف، موصل ما توصلش 100% اوكسجين للنيو باف ولا للامبو باك، دي ما فيهاش اختلاف. بس ده اللي انا عاوز اقوله. كلامك مظبوط ان انت لو انت بتستخدم فيس ماسك البيبي مش وانت موصله ب 100% مش هيوصل له 100%، لكن مش دي السيتويشن بتاعنا هنا في الموضوع ده. شكرا جزيلا. شكرا استاذ الدكتور هشام عبد الهادي على المحاضره القيمه والمفيده جدا براكتيكال. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.